السلام عليكم ورحمة الله خوتي خواتاتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدأ هذا الفيديو ما تنساوش الصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفيديو من ولاية برج بوعريريج، وهذه الحادثة صارت الجمعة 25 أكتوبر 2024 في وقت صلاة الجمعة. وهذا المرأة اللي راهي قدامكم، هذا المواطن صور لها فيديو باش يبين للناس الخدمة اللي راهي تديرها. على بالي نصكم فهم وش هي الخدمة اللي راهي تدير فيها. هذه المرأة خونا قال لك طلابة تروح تطلب، وكي كملت خاوتي كيما راكو تشوفوا راهي جاية لهاد السيارة باش تديها، يعني كملت خدمتها راهي رايحة لدارها. وهذا الكلام ماشي انا اللي قلته خاوتي، هاوليك مور الفيديو يعرفها وشافها من قبل البلاصة اللي كانت تخدم فيها. هيا ما نطولش عليكم، ما تنساوش تخلونا جام وابوني لهاد القناة خاوتنا. هيا نخليكم على فيديو ونعاود نرجع. ما هي رايحه دايرتها كوميرس، هي الطوموبيل اللي عندها ربي يعلم. هاك تشوف، هاي خلصت الخدمه دي معها. هذه في البرج، ها هاي خلصت الخدمه. هاكم تشوفوا يا جماعه، هذه في برج بوعريريج، هاي خلصت الخدمه، هاي هاي متكل على ربي. هاكم تشوفوا يا جماعه، هذه في برج بوعريريج، هاك تشوف كوميرس دايرينو كوميرس، ها هاي خاوتي، هاي راحت. هذه في برج بوعريريج كيما شفتوا وسمعتوا خاوتي، هذه الظاهره راهي منتشره كثير عبر مختلف الولايات الجزائريه. وباش ما نظلموش، ماشي كامل الناس، كاين ناس تحتاج، صح محتاجه، ما ناش نهضروا على الفئه هذيك، رانا نهضروا على الفئه اللي ديرها كتجاره، يروحوا للجوامع، يروحوا الاسواق، يروحوا وحادثه كيما هذه اقسم بالله وربي شاهد، غير صارت معايا في الحي اللي نسكن فيه، غير جات مراه للمسجد في المغرب، غير قاعده طلبت كي كملت راحت رفدتها بيكانطو وداتها، اقسم بالله. يعني راهي منتشره كثير في العاصمه هذه، وراي كل بارتو راي مختلف الولايات راي صاريه العفسه هذه يا خوتنا، وردوا بالكم وعرفوا لمن تصدقوا. هكذا خوتنا، هيا ان شاء الله المعلومه تكون لحقت، وردوا بالكم، وجميع محتاج ان شاء الله ربي يرزقه. وهكذا نكون ورانا لحقنا نهايه الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. اتهلا في رواحتكم خوتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.